نطت طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال في مطار الرباط في المغرب كأول طائرة إسرائيلية قادمة من مطار بن غوريون بتل أبيب، تحمل على متنها وفد إسرائيلي أمريكي مشترك. واستغرقت الرحلة المباشرة الأولى من نوعها بين البلدين 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية مكان أن الوفد المشترك برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توجه عبر هذه الرحلة لتوقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية تجسيدا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور هشام توفيق، المحلل السياسي في الشأن الفلسطيني من الرباط. أهلا بك دكتور هشام معنا. بداية كيف تفسر هذه السرعة بتنفيذ اتفاقية التطبيع؟ نعم أشكركم بداية على الاستضافة. بالنسبة هذه السرعة هي السرعة تفاجأ إليها المغاربة، لكن المحللون والمتابعون للكيان الصهيوني ولهذا التطبيع لم يتفاجأوا. لماذا؟ نتساءل هنا، لماذا هذا الإصرار الصهيوني على التطبيع على المغرب؟ المسألة هي أعمق من موضوع حدود أو مقايدة شبر بشبر من أجل اعتراف بالكيان الصهيوني بالكيان بين قوسين بإسرائيل. لماذا المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني أصر على هذا التطبيع واستخدم الإمارات قبل ذلك من أجل ذلك؟ ثم نسأل هنا، لماذا هذا الإصرار في هذا الوقت من أجل هذا التطبيع؟ بل أكثر من ذلك، ليس هذا التطبيع من خلال هذا الاتفاق، بل هناك خطوات متسارعة وهناك علامات نضعها نستفسر لماذا هذا السرعة والإسراع على مستوى التطبيع، على مستوى الأبعاد الدينية والأبعاد حتى الثقافية لتغيير المناهج وإدخال مناهج بين قوسين عبرية إلى المناهج المغربية. ثم هناك كذلك أبعاد سياحية، ثم كذلك هناك حتى أبعاد تخريبية. نقول نحن في المغرب بأن بإجماع المغاربة وبالهيئات والمؤسسات وبكل الأطياف نقول بأن هذا المشروع الصهيوني، هذا التطبيع في هويتنا وعقيدتنا هو عملية إفساد لتخريب الشعب المغربي، لأنه لا زال متماسكا، ولأن المغرب كذلك والمغاربة بوابة للمنطقة المغاربية من أجل تفتيتها بعد تفتيت المنطقة. إذن هذا أمر مهم جدا. ثم نتساءل سؤال مهم جدا، وهو لماذا هذا تسارع على المستوى الصهيوني الطبيعي؟ كذلك نتساءل ما السبب في تسارع المطبع عليه وهو النظام المخزني والنظام المغربي لكي يمنع؟ هل تعلم بأنهم منعوا الصفحات المغربية المساندة للقضية الفلسطينية، منعوا الصفحات الرسمية للمؤسسات والمراصد لمقاومة التطبيع، منعوا حتى الوقفات ليخرج الناس، أزيد من 21 تنظيم فيه ائتلافات حقوقية وائتلافية تم منعها، بل حتى هناك لكي يعلم العالم أن هناك حصار إعلامي لكي نوصل كلمتنا. هل تعلمون بأن هناك وقفات تم فيها اعتقالات وتم بعد ذلك تم تسريحه؟ هل تعلمون بأن هناك تمزيق، محاولة تمزيق العالم الفلسطيني؟ هل تعلم بأن هناك حجب مجموع، أي هناك حصار؟ نعم، في إطار حديثك، دكتور هشام، يعني عن التحركات الشعبية وهذه السرعة بفرض سياسة الأمر الواقع من خلال التسريع باتفاقيات التطبيع داخل المغرب، قانونيا، مؤسساتيا، برلمانيا، عمليات التطبيع هل تحتاج لمصادقة من قبل البرلمان أم أن النظام يذهب منفردا نحو هذا الاتجاه؟ نعم، النظام المغربي ليس على مستوى موضوع التطبيع، حتى على مستوى مجموعة من المواضيع المغربية الاجتماعية الثقافية التوظيفية هو يتجاوز دائما الشعب ويتجاوز البرلمان. والحكومة ما هي إلا مشجب يعلق عليه مجموعة من القوانين ويتم تمرير عليها مجموعة من القوانين. لماذا؟ لأن بكل بساطة هذا يعلمه المراكز الاستراتيجية الصهيونية والمراكز الأمريكية، يعلمون بأن النظام المغربي هو صناعة من المصنوعات والمنتوجات الأمريكية الصهيونية. فهم تم توظيف النظام المغربي من أجل تمريري ومن أجل تمكين المشروع الصهيوني لكي يخترق، ليس النظام المغربي، لكي يخترق الشعب المغربي من أجل تخريبه
وهذا على مستوى عقيدة كما يقول مشيدين أما يسمى لنا التطبيع هو عقيدة تمدد الأطراف. إذن النظام المغربي هو يتجاوز البرلمان ويتجاوز يتجاوز حتى ما فوق البرلمان وهو الشعب المغربي. لماذا؟ بس أن نتساءل في هذا الوقت الذي اليوم يعقد فيه الاتفاق، لماذا لم تفتحوا المجال للشعب المغربي ليخرج ليتنفس؟ هل تعلمون؟ وهذه معلومة خطيرة جدا، هل تعلمون بأن التطبيع المغربي وبأن النظام المغربي انتقل من التطبيع إلى التهديد رسميا من الحكومة بالتهديد إلى من يرفض قرار التطبيع؟ وتم ذلك تصريحا ثم كذلك ميدانيا، لكن الشعب رفض ذلك. الشعب لا زال يقف، لا الشعب رغم حصاره ورغم منعه ما زالت هناك فجوات. والبارحة واليوم أمس كان هناك بيان قوي جدا من التنظيمات التي تشكلت من مجموعة من الأطياف مختلف المشارب، التي كان هناك بيان قويا يشجب ويستنكر ليس فقط التطبيع. برأيك دكتور هشام، كيف يمكن تحصين إذا صح التعبير الشعب المغربي من أي محاولة لاختراقه إسرائيليا؟ نعم، إذا ممكن إعادة السؤال. يعني سألتك كيف يمكن تحصين الشعب المغربي من أي محاولات إسرائيلية لاختراق المغرب شعبيا؟ يعني هذا يحصل الآن في كل الدول المطبعة حقيقة، حتى إسرائيل في السودان بدأت تدخل على خط الزراعة المساعدات. كيف يمكن تحصين الشعب المغربي؟ التحصين الشعب المغربي بذلك، قلت التحصين الشعب المغربي وليس تحصين النظام المغربي. النظام المغربي هو طالب لذلك وهو قابل لذلك، لأن التطبيع وهو وجود صهيوني ووجود صانع لكي ينقذ هذه الأنظمة العربية المهترئة من موجة ومن غضبة الشعب. إذن من يحصن الشعب؟ هو نفسه، هو هويته، هو تاريخه. هل سيعطى هذا الحق؟ يعني عندما نقول بأن الشعب سيلجأ لذلك سواء عن طريق مؤسسات مدنية نقابية، هل سيملك هذا الحق أم أن الحل الأمني ربما سيلجأ إليه النظام لمنع أي تحركات رافضة للتطبيع؟ الحق هو للشعب، الشعب هو الذي له الإرادة، هو الذي يأخذ الشرعية. قانونيا سنمنع، وهذا ما تم تسريحه، وهذا ما نراه علنيا، حصار على المستوى الإعلامي، حصار على مستوى مناهضة التطبيع على مستوى الميداني، أي أنه يحاول ما أمكن أن يخندقك. لماذا؟ لكي لا يخرج هذا الإجماع المغربي، ولكي يطبل ولكي يموه الأنظمة والكيان الصهيوني بأن هناك توافق. إذن رغم وهذا قد نحن في المغرب قد جربناه على مستوى الاستبداد وعلى مستوى التنزيلات مجموعة من القرارات، الشعب المغربي يرفض. يرفض ذلك بماذا؟ بإجماع مغربي وببرامج وبتحرك، ونحن الشعب النظام المغربي يعرف ذلك، وحتى الكيان الصهيوني يقدر وله تقارير جيدة حول النظام، حول الشعب المغربي وكيف يتحرك وكيف كانت له مسيرات مليونية مستقبلا. هذا المستوى، وأقول هي مرحلة ينبغي للمؤسسات والهيئات، وهي كذلك حللت ورصدت ووضعت خططا لتجاوز هذه المرحلة. كيف ستكون هذه المرحلة؟ سوف تكون بعدم السكوت وبعدم الرضا بذلك، ومن خلال سوف تكون برامج ومن خلال أعمال. يعني دكتور هشام، إن شاء الله تعالى. نعم، من وجهة نظر النظام، يعني إذا أردنا أن نتحدث من وجهة نظر النظام في المغرب إلى جانب ملف الصحراء، ما هي المصالح يعني التي دعنا نتحدث موضوعيا من وجهة نظره، ما هي المصالح التي سيحققها جراء التطبيع مع إسرائيل؟ ببساطة، إذا أراد أن يستفيد هو المستفيد الأول. لماذا؟ لأن التطبيع وهو عملية من أجل إنقاذ، يعني عملية ريسكيو من أجل إنقاذ الأنظمة العربية المهترئة، ومن أجل إنقاذ النظام المغربي، لأن الشعب المغربي شعب قوي. ونعلم بأن موضوع التطبيع كما نشر في مركز موشي ضيان بأن التطبيع هو عقيدة تمدد أطراف لإنقاذ هذه الأنظمة، أي أن هناك جمع وتكالب واصطفاف بين الاستبداد العربي والإفساد الصهيوني من أجل إنقاذ نظرية الزرع، ما سماها برنارد لويس، أي زرع هذه الكيانات الصغرى الأنظمة، لأنها إذا سقطت فعدوى هذه
الدول أو الشعوب المتحررة يمكن في ذلك أن تتحرر هذه الشعوب وتشكل قوى يمكنها بعد ذلك أن تطمح إلى تحرير المنطقة من الكيان الكبير ألا وهو الكيان الصهيوني. لذلك مصلحة النظام المغربي له مصلحة، وحتى كذلك من أجل إدخال المشروع الصهيوني لكي ينجح فيما لا ينجح فيه النظام المغربي لتصفية القوى الحية، لتصفية الشعب المغربي. هل نتساءل هل يمكن لمن قتل الأنبياء وسفك الدماء ومن دخل إلى حارة المغاربة 1967 وقتل المغاربة المقدسيين، هل نأمل فيه خيرا؟ هل من تنازع؟ هل لا نأمل فيه خيرا؟ إذا دخل المغرب نعلم أحاول ما أمكن أن أجيب بنظرتهم أنهم ينظرون إلى التطبيع ليس تطبيعا ناعما اقتصاديا هكذا من أجل صحراء أو من بل من أجل اختراق، من أجل إعادة خارطة الشعوب ومن أجل إعادة احتلال. وصلت الفكرة دكتور هشام، شكرا جزيلا لك دكتور هشام توفيق المحلل السياسي في الشأن الفلسطيني من الرباط.